بينورني ويشرفني في هذه اللحظات الأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي وصديقي العزيز. أستاذ أحمد أخبارك إيه؟ أنا برحب بك، مش عايز أقول بأستاذ أمير وأكبرك، أنت كبير مقاما طبعا، ولكن أنا مبسوط جدا أنا معاك. أنا أسعد طبعا. حلقة بعد فترة كبيرة جدا، بقالنا سنة لقرن كمان. بنتكلم أنا وأنت في الحلقة دي، بس كنت بحضر لك اللوك الجديد ده بقى. لا 10 10 يا راجل، لا انا كنت شايف وحش. لا 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 كويس والله. يلا حد صاحبي حبيبي جدا هو اللي شار عليا فعملت عشان خاطره يعني. بشكرك جدا. اخبارك ايه؟ منورنا. كله تمام الحمد لله. كالعاده عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، بس طبعا هنبتدي بالنادي الاهلي وتقييمك للمرحله اللي فاتت مع مستر فايلر. 4 مباريات و4 انتصارات في ظل تدوير ما بين اللاعبين وسياسه واستراتيجيه بيتبعها في بدايه فترته مع النادي الاهلي مستر فايلر، بتشوف الفتره دي ازاي؟ طيب شوف، في البدايه طبعا انه الراجل جه كان طبعا في خلاف على الراجل اول ما جه، وكان السوشيال ميديا والدنيا مقلوبه على مجيء الراجل، وان هو ده مش طموحات النادي الاهلي. لكن الفوز لما بيجيب فوز برضو الامور بتهدى شويه، سواء في ثقه سواء عند الاداره سواء عند الجمهور سواء عند اللعيبه. ده اللي حصل في اخر 4 مباريات للراجل. انا شايف رؤيه تانية مختلفه تماما عن الناس بتشوفها، انه طالما عمل عمليه تدوير في الفرقه فهو بالتالي الراجل ده بيعتمد على اللعيبه اللي بتادي. لانه في لعيب بتلاقيه بيلعب اساسا ماتش بره بالظبط. الراجل ده بيشوف لعيبه في الملعب في التدريبات بتادي بشكل كويس، خلاص اللعيبه دي معايا، اللعيبه دي مكمله، اللعيبه دي بتادي اللي انا عايزه والمطلوب. اي مدير فني بيدور ان هو ينجح، مفيش حد جاي يفشل. مفيش حد عايز يفشل. جه حقق بطوله، كسب ود النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، تربع في قلوبهم. بس لسه برضو انا شايف انه الحكم على الراجل بدري شويه. بدري يعني لازم كمان معانا 5 6 ماتشات، واهمهم طبعا المحطه الكبيره ان هو يواجه الزمالك في الجوله الرابعه بالدوري، فاعتقد ان دي هتبقى محطه كبيره بالنسبه له. يوم 19 يوم 19 اذا اللقاء دوت اتحسم ليه بالنتيجه الايجابيه او بالفوز، اعتقد انه هيرسم طريق جديد ليه مع جمهور النادي الاهلي ومع اداره النادي الاهلي. لكن في المجمل ما نقدرش نحكم عليه من خلال 4 ماتشات، ده وجهه نظري الشخصيه. كويس. البعض بيرى ده منطقي في الحقيقه. نقدر نقول دي بشاير، يعني هي بشاير بالنسبه لي ان هو ماشي بشكل كويس، او ان هو بيعمل اللي مطلوب من النادي الاهلي او من جمهوره، فخلاص الفرقه بتكسب، ده اللي محتاجينه. لكن المحطات الصعبه لسه هنشوفها سواء في الدوري او في افريقيا. بتشوف جزئيه تدوير اللاعبين والتفكير اللي هو بيقوم بيه مع فريق النادي الاهلي في اول 4 مباريات، بتشوف الجزئيه دي ازاي؟ انا شايفها هو فيها عامل مخاطره كبير جدا، في عامل مخاطره لان هو الطبيعي ان انا جاي ماسك فرقه باسم النادي الاهلي، فالطبيعي ان انا بسمع كلام المساعدين بتوعي واثبت التشكيل اللي بيلعب، والعب بخبراتي والعب بالناس التقايل بلغه الكوره. لكن هو الراجل لا، بيعمل عمليه تدوير، بيلعب بنلاقيه مثلا في ماتش انه بيطلع الاثنين سيرد باكات، بيلعب بحمدي فتحي ومحمد هاني، نفس الحكايه بنلاقيه بيلعب باحمد فتحي موجود الماتش الثاني مش موجود. عامل عمليه التدوير دي هي فيها مجازفه، انه انا عايز اكسب، طب لازم العب بالتشكيل الاساسي، ما ينفعش ابدل كتير في عمليه التدوير اللي انا بعملها، ولكن هي جايبه معاه نتيجه، وبالعكس دي بتكتر عنده مفاتيح اللعب طالما هو بيفوز. يعني كويس. طالما ان انا بفوز فمفاتيح اللعب بقى بيكتر عندي، بعرف الاقي بديل لما مروان محسن يتصاب، اعرف الاقي بديل لو وليد سليمان مش موجود، فبالتالي الحاجات دي كلها بالنسبه له جت ايجابيه وجت في صالحه يعني. ده شيء اكيد مهم ومميز في بدايه مستر فايلر مع النادي الاهلي، نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله المقبله. عايزين نخش بقى في ايه؟ في الكلام الكتير في المواقع والصحف، سواء بقى عن النادي الاهلي او عن المنتخب وكل الكواليس دي. نبتدي بالجمهوريه مثلا، النهارده اتكلمت عن ان في 8 نجوم صداع في الاهلي، وان في جلسه مع فايلر لتجديد عقود النجوم، النجوم اللي عقودهم بتنتهي مع نهايه الموسم. ده الطبيعي. يعني ده الطبيعي ان هو اللي بيحصل في كل فتره من الفترات، او ان انت داخل على بدايه موسم، ولكن اعتقد انه خلاص يعني فاضل 8 او 9 ايام، يوم 9 بيتقفل باب القيد. اعتقد ان 8 لعيبه صداع في الاهلي لا كتير، ال8 لعيبه الاهلي خلاص يعتبر خلص كل الصفقات اللي هو عايزها على الاقل في الفتره الصيفيه. عنده فتره يناير هيقدر يعمل عمليه احلال وتجديد ثانيه، لكن لو مشى 8 لعيبه صداع هيعمل بيهم ايه؟ هو الـ8 اللي موجودين عنده عايزين يجددوا وعايزين مفاوضات، ولكن في الاول وفي الاخر ما لقيناش لعيبه مثلا ان هي قالت خلاص انا ماشي عشان مش هجدد عادي. بالظبط، الامور بتبقى هاديه، بيوصلوا الحل في النهايه دايما في النادي الاهلي، يعني الامور ما بتبقاش زي ما بتوصل، لكن العنوان بيبقى لازم يشد شويه، لكن المتن هتلاقيه مختلف شويه عن العنوان. ده اللي برده موجود في الدستور. وكانوا بيتكلموا على ان الكابتن محمود الخطيب ملف حازم امام مسؤوليه فايلر وتوفيق يشترط توقيع اللاعب على العقود، هل ممكن يكون حازم امام فعلا مطروح على النادي الاهلي؟ لا، ولا ده بيبقى محاوله من اللاعب او وكيل اللاعب ان هو يحاول يجد بعض من على ثاني انه بنيجي في فترات كبيره جدا خصوصا الاهلي والزمالك. يعني كان في لاعب كبير جدا وكان برضه بيلعب في نادي الزمالك، وفجاه لقى ان الدنيا مش هيكمل وبتاع، فبيبدا يقول ان انا هلعب في الاسماعيلي، هلعب في الاهلي، هلعب. وكل اللعيب بيبقى شاطر شويه، يبدا يسوق، يبدا يعمل له خبرين 3 في اي موقع، فبالتالي انه حازم امام
مش في احتياجات النادي الاهلي، خصوصا انه كمان اصلا مش في احتياجات نادي الزمالك، هو ما بيلعبش كتير في نادي الزمالك. اعتقد انه حازم كمان سن حازم مش صغير، اي الاهلي 30 سنه اعتقد، 30 و31 سنه. الاهلي لو هيجيب حد في الحته دي، يعني المفترض ان هو هيجيب حد مع محمد هاني، لانه محمد هاني شاب واعد، شاب بيأدي بطريقه كبيره جدا، شاب من اولويات الكابتن حسام البدري في المنتخب اللي لسه هنروح نتكلم على قيمته. فاعتقد انه حازم امام ان كان هذا الخبر يعني ما هو الا انه خبر تسويقي للاعب اكتر منه انه الاهلي فكر في حازم حتى امام. في جانب الخبرات احنا عندنا احمد فتحي ما شاء الله ماشي بشكل جيد جدا، فما اعتقدش ان الاهلي يكون في حاجه لحازم امام. واعتقد انه مش الاهلي برضو لما بيجيب صفقات بيدور على عامل السن، وده اللي بنشوف في الصفقات الاخيره كلها فعلا. بيبدا ينزل بالعمر السني، بحيث ان انا لما اجيب لاعب 30 سنه هيديني لحد 35، لا انا اجيب لاعب 23 يديني 3 4 سنين ابدا ابيعه اجيب الفلوس اللي انا دفعتها فيه. فدي خطة تسويق معينة بتتعمل، أعتقد إن ده ما بيتمشاش مع النادي الأهلي إنه حازم إمام يكون موجود في القلعة الحمراء يعني. طيب بما إننا بنتكلم عن إمكانيات اللاعبين في النادي الأهلي بالتحديد، فأنا عايز آخد تقييمك برضه رؤيتك لأليو ديانج المشاركة في مباراة كانو سبورت، رأيك إيه في اللاعب وأيضاً في محمود وحيد الظهير الأيسر؟ ماتش سهل ما ينفعش إن أنا أقدر أحكم عليه، أنا شفت الناس كتير والسوشيال ميديا بتتكلم إن هو لعيب طفرة وي وي ما يقدرش، اللمسة بتبان إن هو لعيب، ده طبيعي النادي الأهلي جايب لعيب. بالظبط. طبيعي ان انا مش هجيب لعيب ما بعرفش يباصي، ما طبيعي ان انا اجيب لعيب يعرف يعمل لي اسيست كويس، ولكن انه احكم عليه في مباراه كانت سهله بين كل المقاييس للنادي الاهلي ما ينفعش. برده ده زيه زي المدرب، لازم احكم عليه بعد ماتشات كبيره جدا، بعد اجاي مثلا اجاي اختفى وجه في ماتش خلص لك مباراه، فده لعيب تقيل، ولكن انه انا احكم عليه بالطريقه دي او بالسرعه دي، ده هيبقى حكم متسرع، واعتقد ان هو هيبقى صعب جدا ان احنا نتكلم عليه في الـ في الـ في الوقت الراهن. لازم نديله كمان 3 4 ماتشات، وبحيث ان هو برضه يندمج مع الفرقه، لانه بيتعمل عمليه الاحلال والتجديد او التدوير اللي بيعملها فايلر حواليه هتبقى مؤثره لما يبقى في ثبات تشكيل، نبدا بقى كل لعيب يطلع اللي عنده. بس اكيد برضه بيبان في تحركاته، في طريقه لعبه، في التحاماته، في استخلاصه للكره، حتى لو الفريق ضعيف بتبقى حاجات بتدي بشاير زي ما بنقول مثلا. هو انا برضه يعني واقعي شويه يا امير، انه ده لعيب في النادي الاهلي، فطبيعي ان هو يعمل الحاجات دي، يعني الف في كره القدم الطبيعي ان هو يعمل الحاجات دي، لانه الاهلي مش هيجيب لعيب كسري يعني، او الزمالك هيروح يدور لعيب كسري، الانديه الكبيره بتجيب لعيب انه جاي يشيلني، جاي صفقه بتفرق معايا. فهو انا شايف ان هو خلاص الباص ده سهل جدا، ان هو تحركاته كويسه جدا، كل الحاجات دي كويسه جدا، ولكن الانتاج بتاعك هيبقى ايه معايا في الملعب، ده لازم الاستمراريه عشان نقدر نحكم عليه. نفس الكلام ده ينطبق على محمود وحيد؟ نفس الكلام على محمود، ولكن محمود احنا نعرفه شويه من الدوري المصري لانه كان موجود في المقصه. لا محمود لعيب كويس وخامه كويسه جدا، هو كان قاعد احتياط فتره طويله، فده اللي اثر على مستوى محمود، لكن المجمل بتاع محمود لو خد ماتشات يبقى مستواه عالي جدا يعني. لا هو محتاج ماتشات مش اكتر على الاقل. مباراه انتاج بتشوفها ازاي في ظل صعوبه هذه المباراه، وفي ظل صعوبه المباريات دايما ما بين الاهلي والانتاج بيبقى فيها اثاره كبيره يعني، هو بالذات اثاره تحكيميه، انت اكيد فاهم قصدي اثاره تحكيميه، وكمان انه الجهاز الفني للانتاج الحربي الكابتن مختار شخصيه طبعاً تقيله، طبعا شخصيه تقيله محترم. ومدرب تقيل ومدرب، انا كنت بستغرب جدا انه ليس من ضمن المرشحين لتدريب المنتخب خصوصا في المواصفات اللي هنروح لملف المنتخب هنروح طبعا نتكلم فيه كتير جدا، ولكن الانتاج مباراه الانتاج والاهلي دائما مباراه انا بشوفها ان هي مباراه ديربي، يعني ديربي القاهره بقى سميها زي ما تسميها، ولكن هي ديربي في حكم ان فريق الانتاج بيبقى دايما فيه خبرات، في لعيب تعرف تقلب الماتشات بالظبط، ما عندوش ضغوط كتيره، ما عندوش جمهور بقى. بينزل مباراه الاهلي والزمالك دايما بيلعبها للاستمتاع، ودايما بنلاقي الانتاج بيعمل نتائج ايجابيه مع سواء مع الاهلي او سواء مع الزمالك، ولكن ما عادش في مباراه سهله يعني. انا وجهه نظري انه في الدوري بيبقى الفرق اللي صاعده ما دعمتش كويس، انتاجها كويس مش كويس في المباريات، لكن في المجمل كله النادي الاهلي عنده الخبرات اللي تقدر تحسم مباريات كتير، لكن خلاص انا سواء هلعب الانتاج سواء هلعب بيراميدز سواء هلعب الاسماعيلي ما عادش في مباراه سهله. واكبر دليل بالنسبه لنا كان دوري السنه اللي فاتت، خلاص الدوري قبل 10 اسابيع الدوري في الزمالك فجاه، وتلاقي المباراه اتغيرت وباقدام فرق ثانيه، انه المواضيع بتتغير خالص وتتبدل. ما نقدرش احنا، شوف انا اقول لك على حاجه برضو امير، انا برضو من مدرسه انه هتقول لي شايف المباراه ازاي، اقول لك شايف الكره صعبه وشايف الكره ملهاش كبير. بالمنطق وبالعقل الاهلي يكسب كويس، ولكن بكره القدم وبلغه كره القدم وبجنونها وبالكلام ده كله ما ينفعش، لازم الملعب هو الفيصل. فبالتالي لازم الملعب حاله اللعيبه يعني. انا ممكن هل مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك المباراه الاخيره كان معظم الناس داخله انه الزمالك الاقرب للفوز بالمباراه، هو اللي عنده لعيبه، هو اللي عنده ثبات تشكيل، هو لسه طالع كسبان بطوله الكاس. تدخل حاله اللعيبه كانت عامله ايه في المباراه؟ يعني حاله اللعيبه كانت عامله ايه في المباراه؟ حاله لعيبه الاهلي كانت فايقه، لعيبه الزمالك مش فايقه،
مع شغل مدير فني جديد ومدير فني جديد، ده اللي بيأثر في نتيجة المباراة. فالعوامل دي كلها هي اللي ممكن تبقى عنوان أي مباراة أنا بشوفها في الدوري أو في الكأس. بالظبط، المباراة في الحقيقة كلها صعبة، بالتحديد طبعا مباراة الإنتاج الحربي زي ما احنا متعودين بتبقى مباريات قوية، وإن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في هذه المباراة. الدوري بشكل عام وبدايته، وخلاص احنا في الأسبوع الثاني دلوقتي، بتشوف البدايات إزاي؟ هل هي بدايات مبشرة إن احنا هنشوف دوري قوي فنيا، ولا لسه بدري شوية الحكم؟ لا، البدايات كانت انا شايفها سهله بالنسبه لمعظم الانديه، مفيش مفاجات كتير، النتائج الطبيعيه انه في فرق لسه صاعده تخسر، فده شفناه امر طبيعي ما عدا طنطا اللي شايفها بتادي بشكل كويس. ولكن الدوري عموما بينقصه الجمهور. الجمهور هنرجع لنفس النقطه ونفس الحاجه اللي احنا بنشوف دوري شكل اللي قبله شكل اللي قبله شكل الاثاره احنا اللي بنصنعها. اللي معطل عوده الجماهير يا احمد؟ والله اللي معطل عوده الجمهور اشياء كتير جدا. احنا كنا مفيش من شهور، ما كملناش شهرين، شهرين بطوله الامم، شهرين شهرين ونص، هنقول ان الملاعب مقفوله علشان خاطر انه في بطوله تحت 23 سنه هتتلعب في شهر 11 وهتلعب عليها نفس المباريات، ما عندناش اي مشكله ولا، وهتتلعب بجمهور برضو والجمهور هيحضر. ولكن انه اليه عوده الجمهور المفترض يعني خلاص شبعنا، نعمل صاحب الارض يحضر له جمهور، نبدا مثل. واحده واحده مثل. نبدا احنا بقى لنا 3 سنين تقريبا بنقول نبدا واحده واحده. ما انا بقول ان احنا عمالين نقول نبدا، وبعدين كل ما نيجي نبدا يحصل حاجه اللي هو انه مجلس يمشي ومجلس يجي، لجنه تمشي ولجنه تيجي. طب ما احنا عايزين القرار، عايزين نكمل، هو ليه اللي بيمشي بيجي يهد اللي قبل، يعني اللي بعديه بيجي يهد، ما اللي ممكن يجي يكمل. بالظبط. فانا شايف انه عدم عوده الجمهور بتوصلنا لنقط سلبيه كتير جدا، اهمها ايه بقى؟ انه خلاص بقى كله يطلع ترند على تويتر والهاشتاجات والفيسبوك، الجمهور الفئه العمريه من سن 16 ل 20 21 سنه و 22 سنه، دي الفئة العمرية اللي لازم تكون موجودة في المدرجات. كويس. طبيعي ده اللي موجود. كويس. ما بيعرفش يروح يطلع الطاقات اللي عنده أو التشجيع أو الحماس اللي عنده في المدرج، بيشجع نادي سواء أهلي سواء زمالك سواء إسماعيلي سواء بورسعيد سواء الأندية كلها. فلو هو مش عارف يطلع الكلام ده هنا بيعمل إيه؟ بيقعد على السوشيال ميديا، فيسبوك طبعا. أو تويتر أو أي حاجة، يقعد يطلع اللي عنده، فنبدأ نلاقي بقى إيه؟ يعني اصبحت ان في مشاحنات على ده، في مشاحنات ايه ده، في حروب اللي هي ايه السوشيال ميديا ما اعرفش بيسموها ايه، ان هم خلاص حرب قبليه على السوشيال ميديا بين الاهلي وبين الزمالك وبين الجمهور، وده طلع ترند، فبالتالي ده كله كان بيموت في الملعب في المدرج. بتتاخد بقى الانطباعات من هنا من السوشيال ميديا، فبالتالي الجمهور بيتحرم من حضور المباراه. ما هو بتتاخد بقى، نرجع لنفس النقطه. طب ما هو السبب الرئيسي انا شلتهم من هنا فوديتهم لمنطقه ثانيه وبحكم عليهم من المنطقه دي، لا انا لو رجعتهم مكانهم الطبيعي المدرج الموضوع هنا هيقل كتير جدا، هيقل لانه الموضوع هنا بيتطور وبيتفاقم وبيطلع بشكل كبير جدا، قد بيصل لبعض الاحيان لكوارث، يعني انه بين الصراعات اللي بين الجمهور، لا الجمهور مكانه الطبيعي في الملعب، ابدا ارجع الجمهور. ممكن حد يقول لك حتى لو رجعوا للملعب برضو المشاحنات دي بتفضل موجوده على السوشيال ميديا. ما هو المشاحنات موجوده بس تقل بقى، بمعنى تقل. بمعنى هتقل، يعني بمعنى هتقل، هيبقى في توعيه. انا هبدا لو انا هرجع هعمل قانون شغب ملعب محترم، هبدا ان كل واحد عارف ان هو بقى ملتزم. اللي هيلتزم في الملعب هيلتزم على السوشيال ميديا هيلتزم في كل مكان، لكن انه انا خلاص سايب الموضوع طبيعي، فبالتالي انا مش قادر احكمها. لازم الجمهور يرجع واعمل ضوابط كويسه جدا، اعرف زي ما انا طبقتها في بطوله الامم ما حصلش اي مشكله، بل بالعكس كان في بلاد كتير جدا، لا انا ابدا اطبق دوت في الملاعب المصريه. لازم الجمهور كمان يقوم بدوره زي ما المسؤولين بيحاولوا ان هم يرجعوا الجماهير للمدرجات، الجمهور نفسه يساعدهم في هذه المحاوله ان هو يرجع للمدرجات، فاكيد بيبقى ليه دور كبير جدا في الالتزام بالتحديد. يعني ده لازم، لانه برضو انا شفت لما الجمهور بيرجع في بعض الماتشات الافريقيه الاقي الجمهور قوي. الاقي الجمهور برضو حتى في الماتشات الافريقيه الاقي بيكسر كراسي ويلاقي غرامه 50,000 و20,000 دولار والكلام ده على الانديه اللي بتدفع. بص المنظر يا احمد لما الجمهور بيبقى موجود طبعًا، حاجه طبعا الماتش كمان بيبقى ليه طعم تاني خالص، يعني طبعا طبعا بيبقى قاعدين مستمتعين واحنا بنتفرج. ما هي اسمها الكره للجماهير. بالظبط. انا ما ينفعش ان انا اعمل، ما انا لو وكمان اللعيبه بتطلع كل اللي عندها طبعا، ما تقس على اللي حصل في بطوله الامم الافريقيه وان اللعيبه المصريين ما طلعتش، لانه الجيل الحالي من المنتخب المصري عاد 2 أو 3 لعيبه، جيل لا يصلح ان هو يمثل منتخب مصر. لا يصلح. لا يصلح. عشان ما نضحكش على بعض، جيل لا يصلح ان هو يمثل منتخب مصر. ملهاش علاقه بان هم ما كانوش متعودين يلعبوا قدام جمهور والكلام اللي احنا كنا. كل اللعيبه اللي في الملعب دي سواء مع اهلي او زمالك او محترفين كلهم بيلعبوا تحت ضغط جماهيري مع انديتهم. ايوه بس ما فيش جمهور في الملعب مثلا. مبرر من ضمن المباريات اللي كانت بتطلع في التوقيت ده. ما بص لما بتيجي تلاقي الفنان على المسرح، لو المسرح فاضي مش عارف يطلع حاجه. صح. المسرح عليه ناس هيطلع ويبدع ويطلع الضحكه من قلوبهم. هو برده نفس اللعيبه. لا احنا اللعيبه اللي ينزل قدام الجمهور ويخاف ما يستاهلش يبقى لعيب دولي. بجانب ان كان في ظلم في الاختيارات القائمه وعدم عداله كتير. هنروح هنتكلم فيه بالتفاصيل. لكن عوده الجمهور امر مهم. بيمنع حاله الاحتقان اللي موجوده،
انه ده المكان الطبيعي للفئه العمريه طبعًا. اللي هي على السوشيال ميديا منتشره والكلام ده كله وبالتالي ان انا برضو بيصدر صوره كويسه جدا للعالم. ده شيء اكيد مهم جدا، هنستفيد في الحديث بشكل اكبر عن بعض الامور المحليه وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الاول بعد الفاصل، استنونا. ندخل في تقيل يا احمد، يلا نبتدي من بدري شويه، نرجع ورا شويه ايام اجري، رغم ان الموضوع يعني عدى وخلص، لكن بالمناسبه احمد يا جماعه من ضمن الناس القريبين جدا دايما من كواليس اتحاد الكره للمنتخب، كواليس خروج منتخب مصر من بطوله الامم الافريقيه بشكل صعب جدا على الشعب المصري وخروج في الدور ال 16 واداء كان سيء جدا في كل المباريات، ابرز الاسباب ايه من الكواليس كده؟ من الكواليس اولا بص، اي حاجه ما فيهاش عداله لازم المركب تغلي. حلو. ما كانش في عداله من اجري في اختيارات القائمه عموما يعني. كان واضح بصراحه للناس كلها. بالظبط. الكلام اللي طلع قاله الكابتن هاني رمزي انا متفق معاه فيه جدا، انه طلع وقال انه ما كانش في عداله وان هو انا كنت بقول اراء واختيارات ما كانش بياخد بيها، ولكن كانت الطريقه خطا طبعا من الكابتن هاني رمزي. كان لازم قال الكلام ده بدري شويه. وهو في المسؤوليه. بالظبط. في نقطه كمان مهمه، انه بص اسمه معسكر. معسكر ده يعني كل الناس بتقول معسكر لانه اي جيش على مستوى العالم معروف ان المعسكر ده حاجه بتبقى جد شويه. طبعا. منذ تولي اجيري وجود سلجاد ومعاه في الجهاز الفني مفيش حاجه اسمها معسكر وحاجه اسمها جد في منتخب مصر. بمعنى؟ بمعنى انه امير واحمد عبد الباسط قاعدين يهزروا. قاعدين يلعبوا بلاي ستيشن، ده طبيعي بس مش طول الوقت. الجهاز الفني عارف. طبعا. طبعا. عارف كان في لعيبه بتطلب حمام وكشري في معسكر منتخب مصر. لا يا راجل والله العظيم للدرجه دي؟ انا اول مره اقول الكلام ده. يا نهار ابيض، حمام وكشري عادي كده؟ مش هنقول للعيبه. ودي مش اول مره. مش اول مره كمان. هل هم اللعيبه كانوا متواجدين مع المنتخب في روسيا ولا مختلفين؟ منهم منهم منهم. ما يعملش لا الحاجات دي غير لعيبه كبيره. نفس الموضوع كان اتعمل برضه قبل كده ايام كوبر بس اتمسك، يعني الموضوع اتمسك، فده كان سبب انه يخلوا الطباخ بتاع المنتخب الخصوصي يعني يعمل لهم كشري في المعسكرات، يوم فيه كشري. ده قافله في دماغهم كشري بقى. هم يحبوا الكشري، في بعض اللعيبه تحب الكشري. المنتخب ما كانش فيه قائد يعني بمعنى اصح في بطوله الامم. كان فيه مشاكل كتير، الازمات اللي شفناها بتاعت اللعيبه والسوشيال ميديا والكلام ده كله. عدم وجود عداله دي كانت اهم نقطه، لان انا بتواصل مع لعيبه كتير. اللعيب اللي يكلمك ونفسه شايله فخلاص انت البيت لو في حد شايل من حد بيغرق، فبيبان بقى الدنيا. بيبان بجانب انه زي ما قلت لك اللعيبه كانت خايفه من الجمهور، مش خايفه ان هم موجودين في الملعب رجليهم مش شايلاهم. ما عدا طبعا خمس لعيبه او حاجه بالكتير بالكتير، ولكن انه انا في استبعادات غريبه وفي ضميت ناس غريبه، فعدم وجود عداله وعدم وجود حق ده اللي وصلنا للطريقه دي. بجانب انه بص طول ما غرفه الملابس فيها مشكله ملهاش كبير، يعني خليك متاكد ان ده هيوصل. انا كنت متوقع بنسبه كبيره جدا ان احنا مش هنكمل في البطوله المسافه بعيده لدرجه ان احنا نخرج من دور ال 16. انا كنت حاطط دور الثمانيه. يعني انا كاحمد كنت حاطط دور الثمانيه لانه هنقابل صعوبات كبيره جدا وهتلاقينا داخلين مع منتخب الجزائر والكلام ده، فكنت حاطط ان احنا دور الثمانيه. ولكن هات لي دليل واحد من اول مباراه لعبناها للمباراة الرابعة اللي طلعنا منها يقول ان احنا عندنا الروح والحمية. لا مفيش. ان احنا ناخد بطولة الامم اللي على ارضنا وفي وسط جمهورنا. وما كانش فيه. ايه المشكلة الأساسية اللي كانت في غرفة خلع الملابس ما بين اللاعبين يعني؟ هل موضوع عمرو وردة هو اللي كان ليه الأثر الأكبر في هذا المستوى وهذه النتائج، ولا كان في مشاكل أخرى؟ بس موضوع وردة من أهم المشاكل اللي قسم المنتخب ما بين لعيبة وقوة وسوشيال ميديا واحنا أقوياء، ما بين جهاز فني محتار يرضي المسؤولين ولا يرضي اللعيبه اللي هم خلاص عصب المنتخب وفي البطوله، فبالتالي ده كان سبب رئيسي. ضعف اجيري في السيطره على نجوم المنتخب بالرغم ان هو بيسيطر على جهازه المعاون بشكل كبير جدا وكان حازم وصارم معاهم جدا الجهاز المعاون، لكن ما كانش يقدر يعمل ده مع اللعيبه. ده كان بيأثر جدا بالسلب على المنتخب لانه كان بيقسم الجهاز الفني، اي مدرب مساعد بيلاقي اثنين لعيبه ما بيلعبوش يقعد يتكلم معاهم على جنب، فبالتالي عمل رباطيات واحزاب داخل المنتخب المصري للاسف. ده كان سبب عدم حده المسؤولين في اتخاذ قرارات صارمه وتنفيذها او العوده فيها، ده كان برضه ليه اثر سلبي على الموضوع.
بجانب شعور اللعيبه نفسها ان هي مش تاخد البطوله، يعني ما كانش عندهم الروح انه احنا داخلين ناخد البطوله، ان احنا عندنا حماس، مش مقتنعين ان هم بالقائمه دي يقدروا ياخدوا البطوله. وده قاله الكابتن هاني رمزي، قال انه انا ما كنتش شايف روح لعيبه، اكلم اجيري يقول له بناخدها خطوه خطوه، ما فيش حاجه اسمها خطوه خطوه، انت في مصر. صح. انا حضرت بطوله الجابون وحضرت بطوله هنا، كنت بسمع النشيد الوطني، انا كنت في ارض الملعب في البطوله الاخيره، كنت في ارض الملعب تحت. تمام. في بطوله الجابون كنت في المدرجات. انا كنت بسمع النشيد الوطني بتاع منتخب مصر في الجابون، ومش جمهورنا، من اللعيبه كمان. انما هنا مفيش النشيد الوطني، الناس بتقوله اللي هو عادي، حد بيغني اغنيه شعبيه ما بيقولش نشيد بلده. فاعتقد ان الامور دي كلها اثرت بالسلب على المنتخب المصري، ولكن في المقام الاول لما ما كانش في روح، ما كانش في عداله، ما كانش في التزام، كل الامور دي اثرت، ما عدا 3 4 لعيبه عشان ما نحطهمش في زمره اللعيبه دي، كانوا ملتزمين وبيطبقوا الاحتراف بشكله الطبيعي، ولكن الباقي ما كانش فيه، ما كانش بيعمل حاجه. طيب دي كانت مرحلة وخلصت، لكن المرحلة الحالية هي الأهم تحت قيادة الكابتن حسام البدري. عايز أتكلم، أنا بحب دايما الكواليس، فأنا عايز أتكلم في الكواليس. قبل تعيين الكابتن حسام البدري، الأمور كانت ماشية إزاي؟ لأن في بعض الأحيان قلنا إن الكابتن حسام البدري في الأول خالص هو الأقرب، وبعدين قلنا إيهاب جلال، وبعد كده قلنا كابتن حسام حسن، كابتن حسن شحاتة. إيه اللي حصل؟ طيب ده كان الملف الصعب بالنسبة للجنة، والملف الذي أدير بشكل خاطئ من اللجنة كمان. الملف الذي أدير بشكل خاطئ. هو كمان قبل ما تكمل، كان في تصريح للاستاذ عمرو الجنايني في المؤتمر الصحفي بتاع كابتن حسام بدري، قال ان احنا ما اتكلمناش على اسماء، وكل الاسماء اللي اتقالت دي كانت اجتهاد. انا اثرته وهتكلم فيه. كان الخيار الاول بالنسبه لهم خلاص هو مدرب وطني، ولازم نختار مدرب وطني. وطلع الاستاذ عمرو الجنايني في بعض الاوقات اتكلم، قال احنا عندنا 5، كابتن حسن شحاته، كابتن بالزبط. حسام البدري بالزبط. كابتن احمد حسام ميدو، كابتن حسام حسن، كابتن ايهاب جلال. البعض داخل اللجنه راى انه الكابتن إيهاب جلال هو الأفضل، وهو رجل المرحلة بحكم إن هي دماء جديدة، وبنكرر تجربة الكابتن حسن شحاتة لما جبناه من الراجل كان موجود في الدرجة الثانية، وفجأة بقى موجود في صعد بالمقاولين، كسب أهلي، كسب زمالك، فجبناه منتخب عمل نتائج. بالظبط. فهم قالوا هنجرب التجربة ونعيدها، ولكن الكابتن إيهاب جلال اعتذر الساعة 3 بالليل، منتصف الليل. يعني كانوا مستقرين خلاص على الكابتن إيهاب جلال. والله تم ابلاغ الكابتن ايهاب جلال بان هو مدير فني لمنتخب مصر، والكابتن ايهاب جلال اتصل بالكابتن محمد فضل الساعه 3 منتصف الليل، اللي هو يوم ايه، يوم الاعلان على الكابتن حسام بدري. يوم الاعلان على الكابتن حسام البدري دوت كان المفترض، هو كان المفترض يعلنوا على الكابتن ايهاب جلال قبل الكابتن حسام البدري مثلا بيوم او اثنين. جم قال لك لا، ده في تراجع وفي حد تاني بيقرب. جم الساعه 6 بالليل اعلنوا الكابتن حسام البدري. بالظبط. اليوم اللي قبليه بالليل الساعه 11 بالليل كان في اجتماع في اتحاد الكوره، وتم ابلاغ الكابتن ايهاب جلال بجهازه الفني المعاون بان هو موجود، رجع الساعه 3 بشروطه. هو بشروطه كويس، عشان شروطه دي عجبتني قوي، لان دي هنحتاجها بشروطه. قال انه انا بعتذر، مش هينفع اكمل في، مش هينفع ابقى موجود. ايه الاسباب؟ اسبابه مش ماليه طبعا، ولكن تم تسريب خبر ان الكابتن ايهاب جلال رسميا هيبقى مدير فني منتخب مصر الساعه 10 بالليل. كنت انا من ضمن الناس اللي نزلت الخبر، وبناء على اسم من داخل اتحاد الكوره، وهو اللي طلع. ما فيش صحفي كتب معلومه غلط في الملف ده، خد بالك. دي حقيقة. كل اللجنه بتتكلم مع كل الناس، وكل اتحاد الكوره بيتكلم مع كل الناس، ما فيش صحفي كتب معلومه غلط. بس بتروح لمصدر، ده بيديك معلومه، وده بيديك معلومه ثانيه، وده بيديك حسب اهوائهم الشخصيه. حسب اهوائهم طبعا. ملف المدير الفني داخل منتخب مصر ادير بالهوى في الفتره، ولكن لتجميل او لحفظ ماء الوجه تم ان احنا نمشي في سكه ان هو تم اختياره طبقا للمعايير العالميه. هقف عند كلمه معايير عالميه اللي قالها الاستاذ عمرو الجنايني، لانه لو معايير عالميه مفيش واحد من 5 يمسك منتخب مصر، مع احترامي للكل. لو بالمعايير العالميه مفيش واحد في مصر بينطبق عليه حاجه اسمها معايير عالميه. مصر بشكل عام مش من 5. مش من 5، ما هو احنا بنقول بقى 5 كمصريين. لو معايير عالميه مفيش واحد من كل مدربين الدوري ينطبق عليه حاجه اسمها معايير عالميه. عشان نبقى ايه متفقين، او اللفظ خالي. ايه هي المعايير؟ ما هو ما ردش، سالناه السؤال ده في المؤتمر، ما ردش على المعايير يعني. ولكن لما اعتذر الكابتن ايهاب جلال الساعه 3 الفجر، كان في هنا خلاف بين استاذ عمرو الجنايني وباقي اعضاء اللجنه. لان استاذ عمرو الجنايني كان ميال جدا للكابتن حسام حسن، ميال جدا للكابتن حسام حسن. طبعا. وميال جدا انه لو مش الاختيار دوت يبقى بعديه الكابتن حسام البدري، فاذا الكابتن حسام البدري الاختيار الثالث لمنتخب مصر. الثالث. كابتن حسن شحاته كان موجود ومتفرد لوحده، كان هو رقم واحد، ولكن لما جه كابتن حسن شحاته تم استبعاده، قال انه عامل السن، وميدو كان المفروض ميدو يشتغل معاه مدرب عام، وده كان هيتم حسم الامور بدري ويشتغل الجهاز دوت، ولكن لما ميدو رفض وقال انا هكمل تجربه المقصه، فتم انهاء الفكره دي. لا
لو جينا بصينا انه كابتن محمد فضل، كابتن احمد عبد الله، باقي اعضاء اللجنه عايزين كابتن ايهاب جلال باللي معاه، الكابتن عمرو الجنيني كان محتاج كابتن حسام حسن. على الترابيزه تم التصويت وتم اكتساح 4-1 للكابتن ايهاب جلال. كويس. تم ابلاغه وتم اعتذاره تاني يوم. برضو اسباب الاعتذار يا احمد، اسباب اعتذار الكابتن ايهاب جلال ايه هي؟ انا برضو نسيت اقول لك في الحته دي انه لما نزل تم تسريب الخبر، الكابتن ايهاب جلال شاف صدى مش حلو على السوشيال ميديا وكل الدنيا وعلى المواقع انه ازاي، وبدا حس ان في حرب كبيره جدا ضده. بجانب انه هو عنده 3 مليون وكيلو واخدهم من النادي المصري، ال 3 مليون كانوا عباره عن 3 شهور ب 800,000 الشهر، بجانب 50,000 دولار للنادي الليبي اللي سابه جه، بجانب الضرايب اللي عليه فيها 3 مليون جنيه كان مطالب اتحاد الكره يدفعهم، فاتحاد الكره قال مش هندفعهم. تم اقتراح من احد اعضاء اللجنه انه النادي المصري عنده مشكله في القيد وعنده فلوس كتير ممكن نخصم الفلوس دي في دي، فتم رفض الموضوع لان ما ينفعش الخلط. ولكن صدقني يعني يلا مصدقت حفاظا على ناس كتير انه اعتذر الكابتن ايهاب جلال عمل مشكله كبيره وعمل خناقه كبيره داخل لجنه الاتحاد الكوره، وحتى اتخانقوا مع الكابتن ايهاب جلال انه ما كانش ينفع ان انت تعمل فينا كده، واتقال له كلام يعني ما ينفعش انه يتقال. انت كلام معناه ايه يعني؟ فيما معناه ايه؟ معناه ان هم هيشوفوا الدور يعني. فهمني؟ والله انا ممكن يعني ان هم بيدوا له حجم اكبر من حجمه. احنا اللي عملنا كده، مع ان هو طبعا مدرب كبير يعني. طبعا وانا بحترمه جدا وصاحب فكر. ولكن لما لف الموضوع تاني فخلاص قال لك طب حسام حسن، فكانوا التانيين رافضين اصلا فكره حسام حسن، فخلاص بقى مين الخيار الثالث؟ كابتن حسام البدري. طب نجيب الكابتن حسام البدري. طب لو جبنا الكابتن حسام البدري ما هو لازم، هو اي مدرب ليه جناحات بيشتغل بيها؟ لا بالزبط. لازم نقصقص الجناحات دي شويه. طب نعمل ايه؟ طب كابتن طارق مصطفى احنا اللي كنا جايبينه مع كابتن ايهاب جلال لازم نجيبه. كابتن ايمن طاهر كنا عايزين نجيبه. طب لا خلاص لازم نجيبه. بالظبط. طيب كان كابتن عماد متعب كان مطروح طبعا، وتم مطروح ايه؟ تم ابلاغ الكابتن عماد متعب ان هو مدير منتخب مصر مع كابتن ايهاب جلال. مع كابتن ايهاب جلال ولكنه اعتذر فور قدوم الكابتن حسام البدر. اول ما عرف هو اللي اتصل واعتذر، انا مش موجود علشان ما يطلعش الكلام يتقال بعد كده. لما اعتذر كابتن حسام البدري كان عنده امل ان هو يجيب كابتن احمد حسن مدير منتخب، ولكن تم الاتصال بالكابتن محمد بركات انت موجود مدير منتخب، بحيث انه عمليه احراج وضغط على الكابتن حسام البدري. يعني الاتصال بالكابتن محمد بركات كان من مين؟ يعني مش كابتن حسام البدري، كابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل بالظبط. تم الاتصال بيه وان انت هتبقى موجود معانا مدير منتخب. لما كابتن حسام جه قال انا عايز كذا، قال له لا احنا كلمنا كذا فمش هينفع. هنعمل مشكله. كابتن طارق مصطفى اختيار كامل من اللجنه، كابتن ايمن طاهر اختيار كامل من اللجنه، كابتن احمد ايوب ما كانش موجود، قدر الكابتن حسام بدري ان هو يدخله بس كمدرب ثالث مش ثاني. يعني كابتن طارق مصطفى هو المدرب العام رقم واحد، المدرب العام رقم اثنين كابتن بس احمد بس الاعلام أيوب. في المؤتمر الصحفي كان من قبل الكابتن حسام البدري ان اثنين مدرب معايا، اثنين مدربين، ما قالش مدرب عام ولا مدرب مساعد، قال اثنين، كابتن احمد ايوب والكابتن طارق مصطفى، ما قالش التايتل بتاع كل واحد لوحده. مدرب عام، مدرب عام رقم واحد كابتن طارق مصطفى، مدرب عام رقم اثنين كابتن احمد ايوب، مدرب مساعد كابتن سيد معوض. مقترح اخر انه كابتن محمد شوقي بعد بطوله افريقيا 23 سنه ينضم كمدرب مساعد بحكم ان هو رابط بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول ككادر. بس علاقه جديد. كابتن محمد شوقي دايما بكابتن حسام بدري مش قويه يعني. ولا بكابتن بركات. ولا بكابتن بركات؟ عشان برضه ولا بكابتن بركات يعني. امال مين اللي علاقته كويسه يعني؟ فبالتالي كده انا شايف انه كابتن ايهاب جلال لما قلنا بشروطه دي هو فرض شروطه. كابتن حسام بدري ما عرفش يفرض شروطه. يعني كابتن حسام بدري جاء مجبر على الناس اللي معاه يعني مجبر. هو اختار مثلا ايه كابتن معوض كابتن احمد ايوب. قال كلمه حلوه جدا كابتن حسام البدري في وانا مبسوط ان هو قالها يعني. لان هو معترف يعني، قال لك كنت بعدي قدام صوره اتحاد الكوره بقول يا رب يعني انا بتمنى ان انا امسك منتخب مصر. اي حد يتمنى طبعا. بتمنى فهو كان عنده مشكله في دي من ايام 2014 لما كان مدير فني المنتخب الاولمبي. وكان كابتن شوقي غريب مدير فني المنتخب الاول، تم بس تبديل الادوار ان هو يبقى مدير فني منتخب اول. والتحقيق برضه سبحان الله صفه غريبه ان كان كابتن حسام بيدور ايامها على الاولمبياد، كابتن شوقي دلوقتي برضه على الاولمبياد، كابتن شوقي ايامها كان عايز امم وكاس عالم، دلوقتي برضه كابتن حسام جاي امم وكاس عالم. فده تطوير رهيب يعني في الكره المصريه. فانا شايف انه الكابتن حسام ما قدرش يفرض شروطه على اتحاد الكوره لانه جه من بعيد يعني. جه من بعيد اداره الملف الخاطئ من اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكره، الملف المدير الفني هي من اتت بالكابتن حسام البدري. رغم الاتفاق والاعتراف ان الكابتن حسام البدري مدير فني جيد وكبير وعنده انجازات مع النادي الاهلي عظيمه مع بعض الانديه في بعض البلدان يعني، لكن احنا بنقول السيناريو اللي حصل. انا بحكي كواليس. انا بحكي كواليس بحيث انه ما نرجعش نقول انه طب في مشاكل موجوده ليه، طب في ازمات موجوده ليه، لكن اداره الملف الخاطئ
للمدير الفني من اللجنه الخمسيه بالظبط هي من اتت بالكابتن حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر عشان نبقى نقطه من اول السطر. تمام. لم يكن الخيار الاول، لم يكن المرشح الاقوى، اي حاجه من الحاجات دي ما كانتش موجوده. بالنسبه بقى للمرحله اللي جايه الكابتن حسام البدري هيعمل ايه؟ كابتن حسام وقعد بس خلينا نقف بس عند الجهاز المعاون شويه. لسه عايزين نخرج بقيه الكواليس. يعني هل من الصح يا احمد ان يتم اختيار جهاز معاون في توازنات ان لازم يبقى فيه من الاهلي والزمالك وكلام من ده؟ هل ده اللي هينجح ولا كان المفروض ان كابتن حسام بدري يكون عنده كل الحريه في اختيار كل الجهاز المعاون ليه؟ يعني اللي انت بتقوله انه مش عارف اجيب لها مثل، بس اي حد عايز ينجح يشتغل برجالته طبعا، بس لازم برضو اهل الثقه لازم يكونوا اهل كفاءه. بالظبط، يعني رجالتك لازم يكونوا اكفاء. يعني انا مش هجيب اهل الثقه لمجرد ان هم رجالتي، لازم اهل الثقه. هي المعادله هنا صعبه شويه، اجيب اهل الثقه مع اهل الكفاءه. بالظبط. ولكن انه يتفرض عليك بعض الاسماء واللي اتفرضوا عليك الاثنين زملكاويه سواء كابتن طارق او كابتن ايمن طاهر، مع العلم مدربين كويسين جدا، افضل مدربين طبعًا في الدوري المصري سواء كابتن طارق مصطفى او كابتن ايمن طاهر، ولكن انه انت متقبل الوضع او لا. انا من كواليسي او من معلوماتي انه الكابتن حسام ما كانش متقبل وقال لا، ولكن تحفظه كان تحفظ العشمان، يعني على استحياء انه انا محتاج ان انا ابقى موجود، فبالتالي خلاص يعني امشي الامور. مع ان هو كان عنده فرصه ممتازه. شوف لو كابتن ان هو تم الاعلان عن اسمه خلاص بشكل رسمي مدير فني، كابتن حسام البدري في انتظار تشكيل الجهاز، فهو كان ممكن يختار اللي عايزه. وقال لهم انا عايز ابقى لوحدي مثلا، عايز انا عايز كنت تجيبوا دروجبا معايا هيجيبوه له. ليه؟ لانه لو ما جابوش هيطلع يقول ما جابوش. خلاص فاللجنه فشلت فشل ذريع في اداره الملف. وده اللي كان بيلعب عليه الكابتن ايهاب جلال، لكن انت جيت خلاص وتم الاعلان عنك لحفظ ماء وجه اللجنه والوقت اللي اتاخر والاداره الخاطئه، فبالتالي كان لازم انت تبقى موجود. هو ده كان اللي انت لازم تضغط عليه ان انت تقدر، ولكن اللجنه برضو كانت ذكيه انه مدير منتخب، مدرب عام، مدرب حراس، مدرب مساعد لسه هيدخل، اداريين، الامور كلها متحزمه. هو في الاول وفي الاخر كلهم مصريين وكل منتخب مصر طبعا، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ما يبقاش فيه اي مشاكل ولا اي ازمات. احنا نفسنا الكره في مصر، المنتخب الوطني بالتحديد، يرجع زي الاول. يعني بص احنا برضه عشان انا عن نفسي كشخصيا انا اتعودت انه في اي مكان هقول المعلومه بالزبط. مش هقول انه مش هطلع اقول ان احنا بندعم، ما كله بيدعم، كلنا بندعم طبعا. لا ولازم ندعم. هو احنا قاعدين مثلا ما بنشجعش منتخب مصر او احنا مش عايزين منتخب مصر يكسب او بالعكس. انا شايف انه ان انا اقول كواليس حصلت او ان احنا نقول معلومات حصلت بحيث ان الصفحات دي تتقفل، نبدا نفكر في الجديد، نبني على الجديد. ده الاهم طبعا. بالظبط. شايف انه الموضوع خلص بالنسبه له، لكن الجهاز الفني خلاص بقى امر واقع بالنسبه للكابتن حسام بدري. بدأوا يعملوا اجتماعات، كان عنده فعلا عرضين، عرض برازيل وعرض ارجنتين، ولكن كابتن حسام رفضهم طبعا، هتبقى مواجهات قويه ومحسوبه ضده في الاول. وده بعتبره ذكاء شويه من كابتن حسام بدري عشان ما يبتديش، ولا كان ممكن يبقى فيه جرأه؟ بص اي مدير فني كان هيك كان هيعمل كده. هيقول لك انا عايز بتسوانا، عايز ايه، ادخل المنتخب بفقل كويس يعني، وان انا داخل كسبان. اذا احنا هنلعب بتسوانا خلاص يوم ايه؟ يوم 15. بتسوانا لا بنسبه كبيره لسه من يوم 12 ليوم 15 ما تحددش الميعاد. لكن المعسكر يوم 7. هو الكابتن حسام بدري اخذ قرار ان هو يعلن القائمه يوم 6. ما هو ده بقى اللي انا عايز اتكلم معاك فيه. يعني مثلا النهارده بقى اخبار اليوم بتقول ايه، في مبشرين بالتواجد في منتخب مصر، فانا عايز اخد منك القايمه اللي ممكن يتم الاعلان عنها، ممكن يكون مين؟ طيب انا هقول لك انه نحط الخطوط العريضه للقايمه، انه عندنا 5 مباريات، ده اللي الجهاز بيقعد يتكلم فيه. 5 مباريات. عندنا 5 مباريات يوم 5 اكتوبر، وعندنا 5 مباريات يوم 6 اكتوبر. فبالتالي الماتشات دي الجهاز الفني هيتفرج عليها، هيتوزعوا كلهم، يتفرجوا على الماتشات دي في الدوري. ويتم الاعلان على القايمه مساء يوم 6 اكتوبر. احنا في 5 لعيبه عندنا محترفين، محمد صلاح والنني وحجازي وتريزيجيه واحمد حسن كوكا. دول 5 منهيين تم ضمهم. بالظبط. القايمه هتعلن يوم 6. هل هم حطوا خطوط عريضه للقايمه؟ بالفعل حطوا خطوط عريضه، ولكن هو الراجل لما قعد معاهم قال لهم انا عايز اعمل قايمه تبقى قايمه العدل. العدل فعلا. العدل. قال كده في المؤتمر. يعني قال انا عايز اعمل قايمه العدل، قايمه العدل دي انا اللعيب اللي بيأدي، مش شرط انه يبقى عنده خبرات ايه، انا ممكن اجيبه مع لعيب خبرات يستفاد منه. مع ان هو عايز ينزل بالاعمار السنيه، مع ان هو ينزل بالاعمار السنيه دي هتخلينا نقابل الازمه بعدين، خد بالك في ايه؟ ان هو يروح المنتخب الاولمبي. فهيبقى يعني خلينا يعني فهمني، دي هتحصل الفتره اللي جايه وهنشوف. يعني من الكواليس برضه. فبالتالي هو حط ايديه على بعض اللعيبه، وان كنا ممكن نقول منهم 20 لعيب يتبقى لي ان هو 3 أو 4 لعيب هيبدا يدور عليهم، نقولهم يعني انه الكابتن ايمن طاهر قال له انا مستقر تماما على
اربع او خمس حراس ولكن عندي ثلاثه اساسيين، والطبيعي اي حد في الشارع ممكن يقولهم، ده مش انفراد يعني، انه محمد الشناوي ومحمد عواد واحمد الشناوي بيراميدز، بجانب ان هو الراجل مقتنع جدا باحمد عادل عبد المنعم. احمد عادل عبد المنعم مقتنع جدا باحمد عادل عبد المنعم، وكمان مقتنع حارس مميز في الحقيقه بالظبط، وكمان مقتنع بالمهدي سليمان، ولكن المهدي سليمان بياخد ماتشات يدخل ويطلع يدخل ويطلع، فهو شايف مع عامل السن الكبير بتاعه، ولكن هو من ضمن حساباته ايضا. بس الثلاثه اللي في الاول انا قلت لك عليهم الشناوي وعواد واحمد الشناوي، يعني اثنين شناوي وعواد، اثنين شناوي وعواد بيفكر في الحته اللي ناحيه الشمال دي، انه عندنا احمد فتحي شال كتير جدا، وانا لما ناحيه الشمال ناحيه اليمين معلش عشان احمد ما سابش مكان غير لما فيه بالظبط طبعا ما شاء الله عليه، يعني ناحيه اليمين انه بيفكر في بطوله الامم 2021. فتعالى خلينا نفكر بشكل عملي، لو احمد لعب معايا التصفيات دي والتصفيات بتاعه كاس العالم مش هيديني في البطولتين. فهو بيفكر ان انا لا لازم انزل بالاعمار شويه. احمد ممكن يبقى موجود لمرحله معينه، هو ما نفاش او ما قالش ان انا هستبعد اللاعبين كبار السن بالمناسبه في مؤتمر صحفي، يعني ممكن يلجا ليهم. هو ممكن، ما انا بقول لك هيلجا ليهم في ظروف يعني، في معنى في ماتش بوتسوانا هيجرب لعيبه جديده خالص يعني. هتبص تلاقي محمد هاني موجود، هتلاقي راجل بكار موجود، لان هو راجل بيفكر فيهم ان انا عايز ادفع بالناس دي بحيث ان انا اقدر اشوفهم، ان انا هيجي هيبقى معاه حجازي ومعاه باهر المحمدي ومعاه محمود علاء في قلب الدفاع. دول الاختيارات، دي اختيارات محمود علاء وباهر مع باهر مع حجازي. وما ينفعش يجي يجيب 24 او 25 لعيب غير اللي كانوا موجودين في اخر قائمه. هو لازم برضو القوام الرئيسي موجود، يعني المحترفين كانوا بيجوا 8 او 7 بالظبط، شال منهم المحمدي وكهربا مثلا، او شال منهم محمدي وورده، كهربا ما كانش موجود. فبالتالي يشيل بيحاول، وهيجيب مكانهم ناس لو لقى البديل اللي جابه من الدوري المحلي مش بنفس المستوى بتاع المحمدي وبتاع ورده وبتاع كهربا. واعتقد ان ورده مش هيرجع منتخب مصر تاني لاسباب تربويه يعني، مش هيرجع يعني. الكلام كان في كلام تم معاه من قبل اللجنه انه الالتزام رقم واحد يبقى موجود، اللعيبه اللي بتخرج عن النص حتى مع انديتها لازم يكون ليها عقاب في المنتخب، ما ينفعش ان هو يبقى مخطئ في ناديه، ودي حاجه جيده. انا دي حاجه كويسه طبعا، انضباطيه مميزه، كنوع من انواع ان انت تقوم اللعيبه وكده. ماشي، اذا محمود علاء، باهر المحمدي، واحمد حجازي. واحمد حجازي بيتفاوض بقى على المكان الرابع في الحته دي، هيبقى عنده لعيبه كتير بقى، هو لسه بيشوف منهم، بيشوف بقى سواء رامي ربيعه سواء محمد عبد الغني الزمالك، بيظهر له بعض اللعيبه هو هيركز عليهم يشوفهم في الفتره اللي جايه. طيب. هو برضو عشان ما اطولش عليك، محمد حمدي عايز اتكلم على الاسماء اللي تم الاستقرار عليها. اقولهم لك كلهم ورا بعض؟ طيب، محمد الشناوي، محمد عواد، احمد الشناوي، تمام، محمد هاني، رجب بكار، احمد حجازي، هاني وبكار وحجازي، احمد محمدي، باهر محمدي، ومحمود علاء. علاء ناحيه الشمال محمد حمدي، وفاضل له واحد هو مش عارف يجيب مين، لكن هو مستقر على محمد حمدي. مستقر على محمد حمدي، اولا برضو انه الكابتن حسام بدري كان عايش في بيراميدز، طبعا، فهو عارف اللعيبه عن قرب ومقتنع بلعيبه معينه، فاكيد اللعيبه دي هتبقى موجوده معايا يعني. ماشي، وواحد هيبقى مع محمد حمدي مش عبد الله جمعه؟ بص، عبد الله جمعه في الاختيارات، بس عبد الله جمعه هم عايزين يحطوه في الحته اللي قدام اللي هي مكان محمد صلاح. محمد صلاح يعني، بس عبد الله في الاختيارات يعني، انا مش عايز احطه هنا، هم حاطينه في الحته اللي قدام. اوكي، مع انه النني وطارق حامد ودونجا لا خلاف عليهم، مع عنصر رابع بقى لسه بقى هو هيشوف من بعيد، سواء السوليه سواء حد تاني هو حمدي يعجبه. فتحي مش وصول. ممكن حمدي فتحي يعجبه، بس لسه حمدي فتحي ما اتكلموش عليه. بص، القائمه دي لو محطوط 20 واحد هتلاقي كل مدرب فيهم حاطط خمسه سته، ولكن القرار النهائي لكابتن حسام البدري. فانا بقول لك المفاوضات اللي تمت خلال اربع او خمس ايام، ان هم بداوا يتكلموا في الاسماء دي في ذهن كل مدير فني منهم، كنت في ذهن كل مدرب منهم، مع وجود تريزيجيه ورمضان طبعا الناحيه أكيد. اللي هي رمضان هيعوض. رمضان هو مقتنع جدا كابتن حسام برمضان، وهو شايف ان رمضان في الحته دي كويس جدا، ورمضان للامانه كان استبعاده خاطئ من بطوله الامم طبعا. السوليه برضو في الصوره زي ما السوليه في الصوره. عندنا ناس في الصوره ثانيه، هو عارف انه الحته اللي في القلب دي منتخب مصر اتعود عليها، ما بقيناش عارفين نقلب طريقتها يعني. فشايف انه قفشه وعبد الله السعيد هم انسب اثنين للحته دي. يا يضمهم الاثنين، يا يضم واحد ويدخل عليه وجه جديد، يعني يضمهم الاثنين يا يضم واحد منهم ويدخل عليه وجه جديد. وهم عندهم قناعات كبيره جدا بالثنائي، يعني عندهم قناعات كبيره جدا بس برضه عامل السن مع عبد الله ممكن يكون هو اللي بيرجح كفه لاعب اخر، بيرجح كفه لاعب اخر، او ان انا اسيب عبد الله واجيب لاعب اديله من عبد الله. يعني مثلا بعد قفشه، هو برضه الحسابات ممكن ياخد قفشه يوظفه وظيفه ثانيه. انت برضه في الاول في الاخر لازم يبقى عنده حلول. تمام. وفي الاول في الاخر ماتش بوتسوانا مش ماتش رسمي، طبعا ماتش تجريبي. فبالتالي هيجرب فيه اكبر عدد مع محمد صلاح وعبد الله جمعه. الحته اللي انا بقول لك عليها، عبد الله جمعه هو برضه هنا بيتعامل انه اللعيبه استغله في اكتر من مكان يعني. انت بتشوف محمد هاني في الاهلي بيلعب باك يمين وبيلعب مساك، بتشوف عبد الله جمعه بيلعب باك شمال وبيلعب هاف. في لعيبه بتلعب اكتر. طب المهاجمين بقى سريعا المهاجمين، هيبقى مهاجم مصر الاول بالنسبه لهم وحاطينه رقم واحد مصطفى محمد.
برافو عليك. صلاح محسن رقم 2 لانه عايز ينزل بالاعمار في الحته دي خالص، ده مهم. وده مهم. هو طبعا مروان محسن كان ضمن الاختيارات، بس الاصابه بعدته، الاصابه كان موجود في الاختيار. كان موجود صلاح مروان محسن في في طيب في سريعا قبل ما اختم، عايز اتكلم على محمد صلاح، هل هيشارك في وديت بتسوان؟ هل هيكون متواجد في المعسكر بخصوصا بعد مشكله المشكله الاخيره محمد صلاح؟ قبل ما ادخل الهوا كلمت حد مهم جدا في اتحاد الكوره يعني، واللي هم بيرسلوا الخطابات وتجيلهم، قالوا احنا بعتنا خطاب ان محمد صلاح بنشد عليه ان هو يبقى موجود في مباراه بتسوان، فبالتالي مفيش موجود في المعسكر، بس مش شرط يشارك في المباراه. لا في المباراه مش شرط يشارك، شرط. لكن بس لو مش هيشارك في المباراه محمد صلاح كابتن بدري مش هيجيبه، لو جابه لازم يشارك. طيب ليه يعني؟ قال يدخله مع اللعيبه ودخل اللعيبه معاه في الاجواء، مش لسبب اخر مش لسبب اخر. لا موضوع شرط القياده، لا لا بص اللعيبه مش هتسيبه، لان انا عارف في الكواليس اللي قبل كده اللعيبه رفضت ان هي تسيب شرط القياده. لو اللعيبه وافقت لازم بالاقدميه. لا ده مع ان السياسه دلوقتي في العالم كله ان خلاص لو لعيب الجهاز الفني شايف ان ده الانسب ان يبقى معاه شرط القياده خلاص هو ده، ملهاش علاقه بالاقدميه يعني. والله انا برضو شايف ان هي مش مش شرط، انا مش شايفها بالنجوميه. ما هو تريكا ما كانش كابتن منتخب ولا لعيبه كتير كانت كابتن منتخب. انا مش شايف ان هي مش بالنجوميه، ولكن شايف ان هي في الاقدميه، وطالما ده عرف متماشى الا اذا تنازل النني واحمد حجازي لصلاح فده يبقى شيء طيب منهم يعني. غير كده انا ما فيش اي معلومه في ان هي هتقول ان هم هيسيبوها يعني. ما اتفتحش الموضوع اصلا يعني، هتفضل مع الاكبر سنا او الاقدم يعني. خد بالك الكلام ده هيتفتح كتير جدا، لان الفتره اللي جايه ولاعيبه زعلت، ولانه دايما كان يتقال على الكابتن حسام بدري انه عدو النجوم. لا لا نسيب الراجل يشتغل وهنشوف بالضبط. وبعد كده نقول بقى. يا احمد استمتعت جدا في الحقيقه، نكررها بقى ان شاء الله، ان شاء الله نغير اللوك و... انا بشكرك شكرا جزيلا، اتكلمنا في امور كتيره جدا ونورتنا وشرفتنا طبعا. انا مبسوط جدا ان انا معاك يا امير، ويشرفني دي اول حلقه تكون معاك ان شاء الله يعني ما تكونش الاخيره، ومبسوط جدا ان انا معاك يا امير. تتكرر باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد، زميلنا وصديقنا العزيز الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، كان ضيفنا في حلقه كلام في الميديا النهارده، واتكلمنا في ملفات عديده جدا بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي، وكمان فيما يتعلق بمنتخب مصر واللجنه الخماسيه. في كل الاحوال في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق للاتحاد المصري لكره القدم، وايضا لجهاز المنتخب بقياده الكابتن حسام البدري لما هو قادم من تحديات هتكون مهمه اكيد بالنسبه لهم وبالنسبه للشعب المصري كله. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.